Hi guys, hope you're enjoying your evening. I am here to announce tomorrow's live session at 6:05. So if you're with me and you can hear me, just give me a sign. تنخبركن about the exciting session tomorrow. Okay, I see someone is with me. Okay, so يا أهلا وسهلا فيكن. Welcome to Friday evening broadcast. It's a very exciting session and we're really getting really excited to know more and more about different things. But tomorrow's session is gonna be really unique. We have a chef with us from Qatar directly, and we're gonna be discussing different food and different things. Who is Chef Joseph Mansour? We're gonna get to meet him tomorrow in person. We're gonna get to know where he's coming from and where he's heading. Can't wait, Layla. I know. I can't wait either. If you see the pictures that I'm seeing, you will be as excited. أهلا وسهلا فيكم على التحضير لحلقة بكرة. نحن حلقتنا بكرة مع شيف جوزيف منصور. شيف جوزيف منصور شاب لبناني. ما رح قلكم هلأ من وين، بس رح بكرة تعرفوا قصته. عندي صور قدامي لأشياء بلايات عملها، مثل ما منقول نحنا بالعربي إنه العين بتاكل قبل البطن، ونحنا بلبنان معروفين للميزة وللميزة الغنية يلي بتنحط على الطاولات. شيف جوزيف كان عنده حلم، حقق حلمه. وشيف جوزيف اليوم شيف كتير معروف وأكلاته كتير طيبين، لدرجة إنه عنا بلد كتب عنه وعمل معه انترفيو. ما رح خبركم كل القصة اليوم، بس رح أعزمكم تكونوا معنا بكرة وتشوفوا كيف خلى الليبانيز ميزة، الميزة اللبنانية، جملها، صارت فيوجن، جملها وعملها غورمي ميزة بالإنجريدينس اللبانيز. يعني المناظر يلي أنا عم شوفها هلأ، أهم شي بكرة إذا عاملين ريجيم تنسوه، وحضروا حالكم وحضروا القلم والورقة، لأنه الجلسة بتستاهل وقتها مع شيف جوزيف. اللقمة طيبة كتير، وأكيد شو في عندكم أسئلة. نحن منعرف دجا في عنا ناس طلبت تعرف السمكة الحرة، ورح نجاوبك بكرة ليلى على السمكة الحرة. شو في عنا كذا طريقة، إذا بيحب يخبرنا شي معين عنا. في عندي ناس سألوا عن الحمص ببساطته، إنه كيف بيطلع التكستشر تبعيته، الفرق بين اللي بنعمله بالبيت واللي بنعمله واللي بناكله بالمطعم. في عندي ناس سألوا عن المكدوس، في عندي ناس سألوا عن الكبة قديش لازم نحط لها برغل، وفي عندي ناس سألوا عن كبة الدجاج، وفي ناس سألوا عن كبة السمك. سو في عنا كتير أسئلة حاضرة لإلك يا جوزيف، إن شاء الله تكون أنت حاضر ورح تقدر تجاوبنا. وفي سوربريز تانية لإلكن رح خبركن إياها، رح أعطيكن بس التايتل. كمان جوزيف رح يخبرنا عن مونة ستة. وشو هي مونة ستة؟ التايتل كتير حلو، لما أنا قريته هيك ما بعرف ليش اشتقت لستة. الله يرحمها، ومثل أكلات ستة ما في، وإن شاء الله تكون ستكم بعدها طيبة، وإذا ما بعدها طيبة بنترحم عليهم بكرة كلنا، بنذكرهم وبيصلوا لنا من فوق.
بس الكلمة كانت كتير حلوة يلي هي مونة ستة، كمان رح نحكي عنها ورح نحكي عن الكونسبت تبع مونة ستة مع الشيف جوزيف. وإذا فكركم بكرة جايين تشوفوا تتعرفوا على شيف كبير بالعمر، شيف جوزيف بيلي عمله كتير كبير ويلي حققه كشاب بعمره كمان كتير كبير. سو منبعت له التحية نحنا، وأكيد بكرة رح تحبوه قد ما أنا حبيته لما تعرفت عليه على الأونلاين. حبيت هالروح يلي عنده إياها، بعده حامل مثل ما بيقولوا تراب الوطن وتقاليد الوطن مطرح ما راح. لو عملهم جورمي الميزة رح تضل ميزة، وميزتنا رح تضل غنية. بس شيف جوزيف باللي عمله عملها جورمي، وهيدا الشيء كتير حلو. سو رح نشوفكم بكرة لايف مع شيف جوزيف من قطر. وما تنسوا إذا في أشياء معينة بتحبوا تحكوا عنها بليز ابعتوا لي خبر من اليوم، لأنه ليستا طويلة وهو عنده كتير أشياء يخبرها. سو منشوفكم بكرة الساعة 6:05، ما تنسوا. وكلكم بتعرفوا ليش 6:05، لأنه عنا بلبنان تنقطع الكهرباء الساعة 6 وتكون وصلت رجعت الكهرباء الساعة 6:05. سو لايف at 6:05 tomorrow evening لايف from قطر، والشيف جوزيف منصور carrying the Mezza at heart and the Lebanese traditions and converting the Mezza that is still a Mezza into a gourmet Mezza. Trust me, it's a session worth attending. So I will see you tomorrow live Saturday live at 6:05 on my Facebook, and later on you can see it on the iChannel. Okay, take care of yourself, stay safe till then, keep the masks on and keep hope at heart. See you tomorrow. Bye.